نروح بقى بعد كده لخبر مهم جدا، وفد من النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، وطبعا معاه الكابتن او الدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، هيقوموا بزياره لمستشفى القلب في اسوان، وذلك بالتنسيق مع الدكتور مجدي يعقوب المؤسس والرئيس الفخري لهذه المؤسسه طبعا، واللي بتقوم بدور كبير جدا في علاج مرضى القلب خاصه في اهالي الصعيد. طبعا حاجه هي الدور المجتمعي للنادي الاهلي والدور المجتمعي للكابتن محمود الخطيب، واكيد النادي الاهلي بيسعى دائما انه يبقى ليه دور مجتمعي كبير، سواء وطبعا عنده سوابق كتير النادي الاهلي مع مؤسسات كبيره، مع 57 357، مع اكتر من مؤسسه، مؤسسه بهيه، كل المؤسسات الخيريه تقريبا يعني، غير ان النادي الاهلي اصلا عنده مؤسسه تنميه اجتماعيه في النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب كمان عارف الدور اللي ليه كاسطوره من اساطير الكره المصريه واسطوره النادي الاهلي، وعارف دور النادي الاهلي المجتمعي اللي دايما بياكد عليه في اي ايفنت، في اي مؤتمر صحفي، في اي حاجه. النادي الاهلي عارف انه ليه دور مجتمعي مهم جدا. دكتور مجدي يعقوب طبعا من العلامات البارزه في تاريخ الطب، سواء في مصر او في امريكا او في اي حته من الحتت اللي اشتغل فيها، كمان استثمر ده بشكل جيد جدا مع ابنائه، ابناء بلده في اسوان. ده كان خبر مهم جدا 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 عن الدور المجتمعي للنادي الاهلي.